نهاركم سعيد. وحدة من بين كل أربع بنات رح تنوجع كل ما تجيها الدورة الشهرية. أنا دكتور مازن فوكي، واليوم رح نحكي عن الأوجاع بالدورة الشهرية. في نوعين من الوجع بالميعاد. النوع الأول عادة ما بنعرف شو سببه، بيصير بالولاد الصغار أول ما تبلش الدورة الشهرية، وهذا النوع من الوجع مش ضروري يصير كل شهر، بيصير لما يصير في إباضة. النوع الثاني بيصير عادة عند البنات الأكبر شوي، وبيبلش هذا الوجع يخف من بعد ما تقلط البنت عمر 24 سنة. هذا النوع إيه بنعرف سببه؟ الأوجاع ممكن تزيد عند هذه البنات، خصوصي إذا كانت بتدخن سيجارة أو أرجيلة، إذا كانت ولا مرة جايبة ولد، إذا كانت عم تحاول تعمل دايت لتخفيف الوزن، أو إذا عندها هي كآبة أو مشاكل بالتعصيب. الأوجاع ممكن تنتج من ثلاث أسباب. أول نوع من الوجع ممكن يكون طبيعة الجسم، وبهيدي الحالة العلاج بيكون بسيط عبر أدوية للوجع. في أدوية معينة مش حيلا دواء للوجع مثل البانادول ممكن ينفع. بهذه الحالة الأدوية مثل الأنسيد أو حبوب منع الحمل ممكن ساعتها تساعد كتير إنه تخفف الوجع. المغنيسيوم والبي 6 بخفف الوجع ببعض من البنات، بس مش بالكل بيقدر يشتغل تيخفف الوجع. تانياً الإندوميتريوسيس، أو هي كياس دم صغيرة عادة تقعد على الرحم، على المبيض، ممكن تقعد على الأمعاء أو بأي منطقة تانية. التشخيص بيتم عبر فحوصات بالدم أو عبر عملية بالمنظار أو اللاباروسكوب. العلاج بهذه الحالة معقد شوي، بس ممكن نشوف نتائج كتيرة على علاج بس بالأدوية، وإذا الأدوية ما اشتغلت ممكن ساعتها ننجأ للجراحة. الأدوية بتتضمن أدوية منع الحمل أو الجيانريتش أغونيست أو الدانازول أو البروجستيرون الاصطناعي. السبب الثالث هو اللي بيسموه PMS أو PMDD، وهيدي الحالة عندها عوارض تانية غير الوجع بالدورة، يلي بتكون الكآبة أو التعصيب أو قلة التركيز، أو مرات بيصير معه النفخة أو جع بالرأس والصدر أو تغير بنمط الأكل. التشخيص بهذه الحالة بيتم على فترة شهرين. عبر شهر لازم تكون البنت عم تأيد أي انزعاج صار معها أثناء الدورة، لأنه هذا التشخيص عادة بيصير بس لما يكون الوجع بفترة معينة من الدورة، والوجع ما لازم يكون عم يلازمها طول الدورة. بهذه الحالة الأدوية اللي ممكن نستعملها هن أدوية الوجع أو حبوب منع الحمل أو حتى الأدوية اللي بتنعطى للكآبة. مش حيلا دواء لمنع الحمل فينا نستعمله لهيدا الحالة. بالتحديد الـ FDA وافقت على أنه يستعمل الياز لحل هيدا المشكلة. وشكرا لكم، منشوفكم المرة الجاي بفيديو جديد وموضوع جديد. باي باي.